وصلنا مع بعض إلى فقرة المشاكل، وصلنا يعني شكاوي من بعض المواطنين اللي حصلوا على وحدات بمدينة العبور التابعة لبنك الإسكان والتعمير، بيشتكوا من سوء تشطيب الوحدات وغيرها من المشاكل الأخرى في نفس الخدمات الأساسية. والحقيقة أن الصورة زي ما أنتم شايفين قدام حضراتكم، يعني دي أعمال السباكة بالفعل اللي في مساكن الإسكان الاجتماعي في مدينة ده إسكان عام. طيب اللي بعت لنا المشكلة أو الصور الأستاذ مصطفى، تحياتي لحضرتك أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير. مساء النور يا فندم. يعني تفاصيل أكتر عن الصور اللي حضرتك بعتها يا أستاذ مصطفى، اتفضل. حضرتك، أنا من سكان مدينة العبور، الحي الترفيهي، منطقة عمارات صبحي حسين بالتحديد. المنطقة دي احنا تقريبا مستلمين الشقق فيها تبع بنك الإسكان والتعمير من حوالي 3 سنين. زي ما حضرتك الصور اللي بعتها لحضرتك، عندنا مشكلة في الطرف الصحي، دايما في حالة انسداد على طول، وبنعمل الموضوع ده على حسابنا. وكلمنا احد من جهاز العبور، احد المهندسين جه وبص على الموضوع، قال والله طب انا هرجع لشركة المقاولات صاحبة المشروع، وطبعا محدش تابع معانا ومحدش رد علينا. زائد عندنا طبعا مشاكل كابلات كهرباء مكشوفة على الرصيف، رصيف مكسور اتعمل وبعد كده حصل فيه شغل بعد كده واتكسر. عندنا مشكلة طبعا مهمة جدا بقى قدام العمارات، خلاط خرسانة مبهدلنا بصراحة في المكان، اسمنت وزلط ورمل، بنصحى على صوت اللوادر كل يوم الصبح بيعملوا فيه القوالب بتاعت الرصيف دي تقريبا او حاجه زي كده. فمش معقوله خلاط اسمنت في وسط منطقه سكنيه زي دي، وجنبها كمان مدرسه ابتدائي. طب خليني بس اسالك استاذ مصطفى، هي المنطقه كلها اتسلمت او المساكن كلها اتسلمت ولا لسه فيها مراحل بناء؟ بصي حضرتك، هو تقريبا بنسبه كبيره معظم الوحدات في المكان اللي احنا فيه ده اتسلمت بالفعل. بس يمكن العمارات، يعني في ناس جت سكنت فتره وناس مثلا سافرت قفلت الشقق، بس المكان مسكون وفي سكان كتير. فانا متخيل منظر العماره مثلا او العمارات دي بعد ما السكان يكتمل، او كل اللي مسافر يرجع او اللي قافل شقته، هيبقى المنظر عامل ازاي اذا كان الصرف، واحنا دلوقتي الصرف مبهدلنا في العمارة. طب استاذ مصطفى، يعني تواصلتوا مع الارصفه مكسره؟ طب استاذ يعني مصطفى، بصراحه هو في، يعني هقول لحضرتك على حاجه، هو في شغل، عشان برضو في شغل اتعمل وفي حاجات بتتعمل، لكن محتاجين متابعه. يعني في رصيف بيتعمل وبعد كده تيجي شركة الكهرباء تكتشف ده في شغل في المنطقة فيكسروا الرصيف. طب يعني في خطوات، تابعوا معانا. طب استاذ مصطفى، يعني تقصد ان في خطوات المفروض انها تتعمل قبل خطوات تانية؟ طيب هل تابعتوا مع او اتكلمتوا مع رئيس حي العبور، او حاولتوا ان انتوا تتواصلوا معاه وتقولوا له ايه المشاكل اللي انتوا بتعانوا منها؟ والله يا فندم احنا كنا رحنا، انا كنت رحت مرة، كان عندنا مشكلة في مثلا في الزراعة، كان لسه أحواض الزراعة قدام العمارات ما اكتملتش. رحت للسيد مدير إدارة الزراعة في جهاز العبور، قال لي حاضر من عينيا وهبعت لك حد يزرع. بالفعل امبارح تقريبا أو أول امبارح اتزرعت الأحواض بس ناقصة أشجار. بالنسبة لمشكلة مشكلة الصرف، زي ما قلت لحضرتك رحنا قبل كده للجهاز وبعتوا بالفعل مهندس وشاف الوضع، شاف غرف التفتيش بتاعت الصرف جوه العماره، قال لا طب يا جماعه لا ده انا كده هرجع لشركه المقاولات، او هيرجع، واضح ان هو هيرجع لحد يعني ويرد علينا. فللاسف ما حدش رد علينا الى الان، ومحتاجين بس رجاء من السيد رئيس جهاز العبور اتفضل، احنا يعني بيننا وبين مكتب حضرتك خطوات قليله، اتفضل حضرتك الحي الترفيهي عمارات صبحي حسين تحديدا عماره رقم 59. طيب استاذ مصطفى، طب يعني خليك معانا، بينضم الينا